أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم متابعينا بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم كلش سهلة، مكوناتها موجودة بأغلب البيوت وطريقة تحضيرها أيضا جدا سهلة. خليكم وياي وخلي نشوف شلون سوينا هذا الحلو البسيط لكن طعمه كلش طيب ومميز. لعمل الطبقة الأولى راح نحتاج نصف كوب من الطحين، نصف كوب من الكاكاو السادة، نصف كوب من السكر، و 500 غرام من الحليب بدرجة حرارة الغرفة مع ملعقة طعام من الزبد. بداية راح نخلط المكونات الجافة مع بعضهم في كاسة، ومن ثم نضيف لهم نصف لتر الحليب. نستمر بخلط المكونات إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها، ومن ثم نجيب القدر أو أي بان ونخلي بيه المزيج ونصفيه حتى نتخلص من أي تكتلات ممكن تكون موجودة بالمزيج قبل ما نحطه على النار. أثناء وضعه على النار نستمر بالتقليب حتى ما تصير المكونات متكتلة عندنا والمزيج يكون سلس وسموث. بعد ما نشوف المكونات بدأت تسخن نضيف ملعقة الزبد ونستمر أيضا بالتحريك المتواصل إلى أن تبدي تسخن عندنا. كاختيار اللي عنده شوكولات تشيبس أو أي أنواع من النستلة ممكن يخليها، وهذا شيء اختياري ممكن إي أو لا. بعدها نطفي عليه، وبعد ما صارت بهذا الثخن نخليها بصحن التقديم. بعد ما خليتها بصحن التقديم راح أغلف وجهها بالكلينك فيلم أو النايلون حتى ما تتكون عندي قشرة على الوجه الخارجي، وأخليها بالثلاجة تبرد تماما، ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية أو الطبقة الثانية. الطبقة الثانية حتكون عبارة عن كريم شانتيه أو دريم ويب. أخذت ظرفين وضفت عليهم كوب من الحليب البارد جدا وملعقتين من السكر، واستمريت بالخفق إلى أن صارت عندي كريمة بهذا القوام. أخليها على الطبقة الأولى، ولكن مع ملاحظة جدا جدا مهمة، أتأكد أنه الطبقة الأولى بردت وما بيها أي حرارة، يلا أقدر أضيف عليها الطبقة الثانية. خليت الطبقة الثانية بهذا الباك حتى تسهل عملية أنه أرتبها على الطبقة الأولى. اللي ما عنده ممكن يخليها يعني بواسطة سباتشولا أو ملعقة، ماكو أي مشكلة. بعد ما خليتها عدلت الوجه مالتها وأيضا دخلتها للثلاجة، وأيضا أتأكد كل الزين أنه الطبقة هذه بردت قبل ما نخلي الطبقة الثالثة. آخر طبقة عندي هي عبارة عن كريم كراميل زائد حليب مكثف محلى. الحليب المكثف المحلى حوالي نصف العلبة أو 150 غرام، عليها ظرف من الدرموب. خليتهم على النار وضفت لهم حوالي نصف كوب من الحليب، وبديت أقلب بيهم إلى أن امتزجوا مع بعض وشوية بدوا يثخنون. ملاحظة جدا جدا مهمة، بعد ما تثخن هذه الطبقة وهذا المزيج نتأكد جدا أنه هو بارد، يلا نضيفه على الطبقة الثانية. لاحظوا هنا تركته حوالي 5 إلى 7 دقائق، يعني المهم تتأكدون انه جدا بارد، لانه اذا كان حار ونزلناه على الكريم شانتيه راح الطبقات تخترب ويذوب عندنا الكريم شانتيه، لانه تعرفون انه الدرموب او الدريم شانتيه هو كلش كلش حساس للحرارة. بهذه الطريقة تأكدت انه هي بارد، درته على الطبقة الثانية. واخر شيء اللي يجي مع الكريم كراميل اللي هو السكر، مجرد خليته بهذه الطريقة كإضافة وكتزيين. وبهذه خلصنا طبقاتنا الثلاثة، نخليها بالثلاجة ما لا يقل عن 2 ساعة قبل التقديم حتى تبرد وتنطيني الطعم المميز. كانت هذه هو الحلة مالتنا، سهل جدا وبسيط وما يحتاج أي صعوبة، ومواد جدا غير مكلفة واقتصادية. شكرا جزيلا لمتابعتكم، أتمنى تدعمونا باللايك والسبسكرايب لقناتي، قناة سويتنس كيتشن، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية. فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي، وفي أمان الله وحفظه.